السلام عليكم. الأول أحب أعرفكم بنفسي قبل ما نبدأ التيتشنج ده. أنا اسمي حازم حامد، طبعا من الأصل كنت في جامعة المنصورة، وبعد كده سافرت هنا لندن من 2006، يعني تقريبا بقالي 12 سنة بشتغل استشاري درماتوباثولوجي وديرماتولوجي في الرويال فري هوسبيتال هنا. انا كنت وعدت ان انا اشارك معاكم بالدرماتوباثولوجي وبعض حالات الدرماتولوجي برضو، خصوصا لما يكون في الحالات دي بايوبسيز. يعني طبعا الشغل هنا يعني زحمة جدا 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 الى اقصى درجة ما تتخيلوها، وخصوصا بعد ما بدأت الدرماتولوجي كلينكس هنا من حوالي اكتر من سنتين. بقى عبء عليا، بعمل 2 كلينكس في الاسبوع، الثلاث بعد الظهر والجمعة الصبح، بالإضافة للشغل العادي اللي هو الـ Diagnostic Skin Biopsies. يعني المهم هنبدأ النهاردة نتكلم على الـ Skin Biopsies. أنا عارف إن الـ Dermatology ده صعب لبتوع Dermatology تحديدا. أنا قبل كده اشتغلت Dermatology في مصر برضو قبل ما اشتغل هنا، وعارف إزاي كنا بنفكر. يعني هو لو الواحد مش ما بيشوفش Skin Biopsies كتير هيبقى الموضوع صعب عليه شوية، لكن هو مهم بالنسبة للدرماتولوجيست ان هو يبقى فاهم الدرماتوباثولوجي، لان هيساعد كتير جدا في المذاكرة وفهم الديفرنت ديزيزز كمان والتريتمنت اللي بيترتب على الدايجنوزيس الصح. يعني هو طبعا النهاردة انا قلت ابدأ بس كمحاولة اشوف الوضع هيبقى عامل ازاي، واتبع الوقت المتاح لي. يعني ممكن لو لقيت الموضوع هتبقوا مبسوطين منه ممكن نبقى نثبت ميعاد مثلا او ميعادين في الاسبوع ونتكلم على الـ different skin conditions. طبعا قبل ما نتكلم على الـ skin diseases المختلفة، انا احب ان احنا نتعرف الاول على normal histology. انا متخيل ان هو ده هيبقى صعب برضو لناس كتير منكم، بس هو مفيش مفر ان احنا لازم نعرف الـ normal skin عشان نعرف الاول نطلع الـ abnormalities اللي موجودة عندنا في اي skin biopsies. هنا مثلا انتوا عارفين طبعا ان السكين بيتقسم لثلاثة لايرز. اول واحدة اللي هي انا بوينت دلوقتي باللي هو الارو الريد ده، ممكن اغير اللون يبقى افضل، خليه جرين احسن. لا جرين مش واضح اوي. الريد ده عندنا اول لاير هنا الابيدرمس، طبعا دي لو باور فيو بيورينا الابيدرمس، وتحتيه في الدرمس، وبعد كده لو نزلنا تحت خالص هنلاقي في عندي الفات او اللي بسميه السب كيوتس. ده الفات ومعمول من ماتيور اديبوسايتس. نرجع تاني نشوف هاير باور شويه، يعني اعلى باور اعلى شويه، نشوف اللايرز المختلفه بتاعه الابيدرمس وكمان الايه الدرمس والسب كيوتس. هنا لو شفنا بالهاي باور هنلاقي في عندي سوبرفيشال لاير من الكيراتين، واللي هي نورمالي بتبقى باسكت ويف. ده معلش بس كان في انتربشن شويه. فده اللي هو الباسكت ويف باترن بتاع الكيراتين لاير. ده نورمالي بتبقى شكلها كده. تحتيها بنلاقي في الابيدرمس معمول من كذا لاير. اول لاير فيهم اسمها لو هنبدأ من تحت خالص اللي هي اللاير دي، في البيزل لاير، بيزل سيل لاير، وفوقيها البريكل سيل لاير، وبعد كده في جرانولا سيل لاير. هنا خلينا اوريكم حاجة اوضح من دي. يعني هنا مفيش يعني جرانولار لاير مش واضحة في البايوبسي دي. انا هشوف السلايد تانية وبعدين نرجع لدي تاني. وطبعا المحاولة النهاردة انا كنت بس عايز اتأكد اشوف الفيدباك، انتوا شايفين السلايد كويس ولا لا. ده دي او ده الغرض من المحاولة الاساسية. بعد كده هوريكم الايه المفروض حاجات تبقى يعني حاجات البيزكس بالنسبه لكم، يعني بالنسبه لبتوع الدرماتولوجي. طبعا هنا برضو مش باينه قوي الجرانر لاير. اي هوب اي فايند سم. اوكي لا دي اللي كانت معايا.
ماشي، نشوف السلايد التانية دي. المفروض الجرانولار لاير بتبقى prominent في، طبعا احنا عارفين في البالم اند سول دي برضو مش بالم اند سول، بس we can identify الجرانولار لاير هنا اهي. دي الهاي باور بتاعتنا، فاحنا شايفين ان هي بتبقى الى حد ما دايموند شيبت او elongated شوية وفيها granules. you can see the granules في الجرانولار لاير، ده النورمال ثيكنس بتاعها. طبعا لو زادت عن حد معين بنقول ان هي abnormal granular layer، او بنسميها حاجه اسمها هايبر جرانيلوسيس. وفي عندنا بعض diseases بتبقى associated with او بتشو this هايبر جرانيلوسيس. on the other hand طبعا لو في loss في الجرانولار لاير دي ده بيعرفنا ان هي ممكن يبقى ديزيز مثلا اسوشيتد وذ لوس اوف جرانولار لاير زي السورايسيس مثلا. فيبقى لازم ابقى عارف ان انا ببص على ايه، بشوف اللايرز بتاعه السكين موجوده ولا مش موجوده. مثلا الجرانولار لاير لو موجوده ثيكند ولا نورمال ولا لوست خالص، فكل حاجه من دي لها انتربريتيشن معين. في عندنا بعد كده البريكل سيل لاير، زي ما احنا شايفين بتبقى كونكتد مع بعضها. الكراتينوسايتس بيبقى شكلها الى حد ما بوليجونال، وبتبقى كونكتد مع بعضها بحاجه اسمها ديزموزومز، اللي هي الانترسيلولار بريدجز اللي موجوده بين الكراتينوسايتس. طبعا ده امبورتنت برضو ان اعرف ليه بتبقى كونكتد كده، لان احنا عندنا مثلا البولس ديس اوردرز اللي هي سوبرا بيزال بولس ديس اوردر زي البنفيجاس، بتبقى اسوشيتد وذ ديستراكشن اوف ذس انترسيلولار بريدجز. عشان كده بيحصل لنا اكانثولايسيس و انترابيدرمال بولس ليجنز. بعد كده في البيزل لاير، زي ما احنا شايفين البيزل لاير دي بتبقى الكيراتينوسايتس بتاعتها بتبقى elongated بالمنظر ده، وبتبقى arranged in parallel rows. في two other cells موجودين في البيزل لاير لازم نبقى عارفينهم برضو مهمين. واحدة فيهم يعني مثلا دي في واحدة فيهم بتبقى rounded شوية وبتبقى موجودة في البيزل لاير، وبيبقى حواليها زي ما احنا شايفين كده كلير سبيس حوالين النيوكليس. ده بيبقى ريتراكشن ارتفاكت ديورنج فيكسيشن. والخليه دي طبعا انتوا ممكن تكون عارفين اسمها ايه، هي الميلانوسايتس. وفي كمان خليه تانية موجوده على البيزل لاير، بس طبعا هنا صعب ان الواحد يشوفها بالستين دي، اللي هي الهيتش اند اي ستيننج مثلا. دي اللي هي دارك ليستين سيل موجوده في البيزل لاير برضو، اللي هي الميركل سيلز. يبقى عندنا في اتنين لاير، اتنين سيلز موجودين في البيزل لاير، اللي هي البيزل سوري اللي هي الميلانوسايتس اند ميركل سيلز. في عندنا بالاضافه للكراتينوسايتس اللي موجوده في البريكل سيل لاير هنا خلايا تانية موجوده. طبعا سيلز طبعا انا متاكد ان في بعضكم هيبقى عارف الاسم بتاعها، اللي هي اللانجرهانس سيلز. بتبقى دندريتك سيلز موجوده في الهاير لايرز اوف ذا ابيديرمس. طبعا مهم جدا ان احنا نبقى عارفين الاستراكشر بتاع النورمال سكين قبل ما نبدا نتكلم على الانورماليتيز او الديفرنت ديزيز اللي عندنا. نرجع تاني لو باور فيو. طبعا مش هدخلكم في تفاصيل جامده يعني في النورمال هيستولوجي ده، بس على الاقل نبقى عارفين احنا ماشيين ازاي. هنا مثلا عندنا لو رجعنا لو باور فيو هلاقي ان دي ايه هير فولكل. الارو راح فين بقى؟ ايوه ده دي هير فولكل اوبننج على السيرفيس. وطبعا ده سلايتلي دايليتد، ده مش النورمال هير فولكل ان هي تبقى دايليتد بالمنظر ده. ولو نزلنا تحت شويه للهير فوليكل دي هلاقي اني ماسك معاها السبيشيس جلانس. يبقى انا عندي سبيشيس جلانس ماسكه في الهير فوليكل، ودي بسميها اللي هي الفوليكلو سبيشيس يونت. هير فوليكل معاها سبيشيس جلاند تبقى فاتحه على السيرفيس بالمنظر ده. لو جينا نشوف اللايرز المختلفه بتاعه الهير فوليكل هنبدا نشوف نلاقي ان هي عندنا حاجة اسمها اللي هو اللاين البينك ده اسمه الانر روت شيث، وبعد كده برضو عندنا جرانولار لاير، وبعدين عندنا اللي هي الـ
الاكسترنال روت شيث دي اللي هي السيلز دي اكسترنال روت شيث، يبقى في عندنا انترنال روت شيث واكسترنال روت شيث للهير فوليكل. ده مهم برضو لان عندنا بعض التيومرز او بعض الديزيز تانية بتأفكت الهير فوليكل، فلازم برضو نبقى عارفين ايه الاستراكشر بتاع الهير فوليكل. انا برضو مش عايز ادخل في التفاصيل في اول سيشن كده لان عارف ان المواضيع دي ممكن تبقى صعبة بالنسبة لناس كتير فيكم. هنا ده خلاص اتفقنا ان ده باللو باور كده، ده اورثو كيراتوزيس اللي هو الكيراتين اللي هو زي الباسكت ويف ده بسميه اورثو كيراتوزيس. وبعد كده عندنا الابيدرمس وبعد كده الايه الدرمس. الدرمس نفسه بقى بنقسمه لحاجتين، الحته اللي هي تحت الابيدرمس على طول ده بنسميها بابيلاري درمس، وبعد كده تحتيها في ريتيكولار درمس. البابيلاري درمس ده بيبقى ليه ديفرنت كواليتي شويه عن الريتيكولار درمس زي ما احنا شايفين بالمنظر ده. ودايما بقدر افرق بينهم ازاي، بيبقى عندي ثين كابيلاريز موجود عند الليمت بتوين البابيلاري درمس والريتيكولار درمس، يعني عند الليفل ده مثلا كده بقول ان انا فوق هنا في بابيلاري درمس وتحت السمول الثين فيزلز دي الريست ده كله ريتيكولار درمس. نرجع تاني للنورمال ستراكشرز اللي عندي. ايه اللي ناقص هنا في الهير فوليكل دي او الفوليكلو سيبيشيس يونت دي؟ طبعا معظمكم ممكن يبقى فاكر والباقي ممكن يبقى ناسي. هنا طبعا عندنا اللي هي الاريكتور بيلي ماسل المفروض تبقى موجوده مع السيبيشيس يونت، انا يعني مش موجوده هنا. ايوه اهي بتبقى سبيندل شيبد سيلز، خلايا مغزليه ولها بينك سيتوبلازم زي ما انتم شايفين كده. وكمان مش بس كده، ان لها النيوكلاس بتاعتها بتبقى الونجيتد ولها الاند بتاعت النيوكلياي دي. لو خلينا شفنا كده من هنا النيوكلياي دي لو احنا شفنا نلاقي لها الاند بتاعتها بتبقى بلانت شيبد او بنسميها سيجار شيبد نيوكلياي. يبقى انا عندي خلايا سبيندل شيب ولها اسينوفيليك سيتوبلازم ولونها بينك ولها سبيندل شيب نيوكلاس ولها بلانت اند، دي اللي هي السموث ماسل سيلز عموما. بس لما تكون موجوده هنا في الوول بتاع موجوده ماسكه في الادنكسي او الهير فوليكلز بنسميها اللي هي الايه الاريكتور بايلي ماسل. في عندي استراكشر تاني موجود لسه ما خلصناش كلامنا على الهير فوليكلز لو باور فيو. انا هنا لما اشوف ان الهير فوليكل ماسكه في السيرفيس والكونتينيوتي بتاعتها نازله في السب كيوتس، يعني كل دوت هير فوليكلز نازله في السب كيوتس بتاع الايه بتاع الفات. طبعا ده امبورتنت جدا ان انا بقى عارف ان دي اسمها اناجين هير، الاناجين اللي هي بتبقى واصله للسب كيوتس، وده البلب بتاع الهير فوليكل اللي بيحصل منه الجروث بتاع الهير دي. لو حصل فيه ديستراكشن في البلب فبيحصل فيه للص او للهير فوليكل دي وبتعمل لي الالوبيشا مثلا يعني. فمهم ان انا ابقى عارف ان الاناجين هير بتبقى واصله للسبكيوتس. وايه الامبورتنس بتاعه السكشن اللي انا بوريه لكم ده مثلا، يعني برضو مهم وانا بعمل انتربريتيشن او انا بشوف سكن بايوبسي اني ابقى عارف احاول اعرف السايت. طبعا ما يعني ممكن ساعات بيجي لنا بايوبسيز مش معروف السايت بتاعها ما بيكتبوش السايت بتاعها، بس الواحد بيتراي تو ورك ات اوت. مثلا هنا الاكزامبل ممكن هنقول ان دوت السكالب لان في عندي تيرمينال هيرز موجوده واصله في ستوك كيتونيس فات. تاني في الحاجه التانية اللي موجوده عندنا في النورمال سكن عندي حاجه تانية كويلز كده موجوده تحت بتبقى غالبا ديب برضو قريبه من ستوك كيوتس او الديرمال ستوك كيوتس جانكشن، عباره عن جلاندولار ستراكشرز زي ما احنا شايفين كده لها اليومن وبعدين لايند باي انر كيوبويدال سيل. وفي بره هنلاقي فلاتن سيلز اسمها مايو ابيثيليال سيلز، هي طبعا يعني مثلا دي واحده منهم اللي انا ببوينت بالارو عليها دي دارك وفلاتن سيل اسمها مايو ابيثيليال سيلز. يبقى عندي انر كيوبويدال اند اوتر مايو ابيثيليال لاير، ده الفورميشن بتاع السويت جلانس. طبعا في عندنا ديزيزز كتير بتافكت السويت جلانس وتيومرز بتطلع من السويت جلانس، فمهم ان انا ابقى عارف شكل السويت جلاند ايه عشان لما اجي مثلا اشوف تيومر والاقي فيه التيومر ده بيعمل لي داكس زي دي كده ممكن افكر ان ده ممكن يبقى تيومر اوف سويت جلاند اوريجين،
يبقى النورمال هيستولوجي ده مهم جدا جدا لنا قبل ما نبدأ نتعرف على الديفرنت انتيتيز بتاعه الديفرنت انتيتيز بتاعه الايه اللي عندنا الدرماتوباثولوجي يعني عموما. فيبقى احنا عرفنا خلاص كده ان عندي الكيراتين ابيديرميس بابيلاري ديرميس اللي هو اللاير اللي فوق دي القرو كل شويه انا بحر. ايوه البابيلاري ديرميس. بعد كده عندي ريتيكولار ديرميس. بعد كده عندي سب كيوتس واتكلمنا شويه على الهير فولكل والسبيشيس جلاندز. في بعض الاستراكشرز التانية برضو مهم جدا ان انا يعني اعرف شكلها ايه. يعني مثلا هنا عندي حاجه زي دي راوند ستراكشر وكروس كات يعني ما هو يعني السيلز بتاعته باينه ان هي راوندد شويه ونيوكلياي راوندد. طبعا هو صعب بالنسبه لكل الدرماتولوجيست انهم يعرفوا ده الاستراكشر ده ايه بالكروس كات ده سيكشن ده نيرف نيرف باند نيرف ترانك يعني نيرف. هو ده لو موجود ترانسفيرس سيكشن فيه هيبقى اسهل ان احنا نايدنتيفاي النيرف ده. المهم نبقى عارفين وبقى جو يعني ان ان ان, إن اعرف احدد الاستراكشر اللي قدامي ده ايه في النورمال هيستولوجي. مهم ان انا ابقى عارف الحاجات دي لان مثلا لو انا مش عارف السايت بتاع البيوبسي دي وانا شايف ان في عندي مثلا prominent sebaceous glands في سامبل من السامبلز ممكن اقول عليها sebaceous hyperplasia وهي بتبقى normal مثلا finding في السايت اللي انا واخد منه السكين بايوبسي دي. فيبقى عيب قوي ان انا اكتب في البايوبسي بتاعتي مثلا ان في sebaceous hyperplasia مع ان انا شايف اصلا مع ان البايوبسي متاخده من normal حته فيها prominent sebaceous glands. هرجع تاني ابص على السكشن الاولاني اللي كان معايا. نرجع تاني للسلايد دي السلايد التانية نشوف مثلا هنا مثلا دي كانت ايه بس ثانية اتأكد من ال اوكي برضو من ضمن التشنجز اللي انا عندي مثلا هنا ده نورمال لوكينج ابيديرمس مثلا انا عندي شويه انديوليشن هنا في السيرفيس ابيديرمس متعرج وفي انديوليشن ما هوش ستريت لاين مثلا يعني ما بتكلمش على ريتر ايدجز بتكلم على الابيديرمس ككل في انديوليشن كله. طبعا الحاجه اللي انا ما قلتهاش ان انا عندي اللي هي الداون وورد الونجيشن دي من الابيديرمس للبابيلاري ديرمس اسمها ريتي ريدجز. دي واحدة ريتي ريدج ودي واحدة ريتي ريدج ودي واحدة ريتي ريدج. يبقى انا بيبقى عندي ريتي ريدجز برضو ودي اللي بتخلي الابيدرمس يبقى ماسك كويس جدا في الدرمس. طبعا الدرمو ابيدرمال جانكشن ده موضوع تاني خالص لما نيجي نتكلم على البولس ليجنز مثلا هنتكلم عليها بالتفصيل شوية ان شاء الله. المهم ان دوت في انديوليشن في النورمال ابيدرمس في عندي سايتس معينه في البودي ممكن ابريدكت ان ديت مثلا من السايت ده ايه السايتس اللي بيبقى فيه عندي فيها انديوليشن للابيديرمس. عندنا الاكزيلا وعندنا الفور سكن وعندنا كمان الاكزيلا والفور سكن دول المين ارياز او الانترتريجنس ارياز عموما اللي ممكن الاقي فيهم انديوليشن للايه للابيديرمس. نيجي هنا لحاجات معينه في البايوبسي دي مثلا ايه الاستراكشرز اللي انا شايفها دي. في عندي راوند ستراكشرز موجوده كتير اهي في الابيديرمس وموجود جواهم ايه الخلايا البينك دي طبعا ريد بلاد سيلز. يبقى انا عارف ان انا ممكن ان الاستراكشر ديت ايه غالبا بلاد فيسلز. طبعا يعني ايه اللي هيكون تاني اللي فيه ريد بلاد سيلز غير البلاد فيسلز. طبعا لو هي موجوده في اليوم ما يبقاش عندي مثلا اكسترا فازيشن من البلاد فيسلز دي في النورمال ديرمس بقولوا عليها كده. فيبقى انا عارف ان دوت راوند ستراكشر لايند باي flattened cells اسمها endothelial cells and ولها thin wall طبعا according to the size بتاع ال blood vessel اللي عندي lined by endothelial cells و contains red blood cells فدي blood vessels. هنا دي مثلا برضو vascular space تاني lined by endothelial cells بس مفهوش red blood cells فده ممكن يكون ايه ال blood vessel اللي عندي اللي ممكن ما يبقاش فيه red blood cells وممكن still can be a blood vessel ومفهوش red blood cells بس برضو ممكن يبقى lymphatic vessels. يبقى lymphatic vessels sometimes does not contain sometimes don't contain red blood cells and sometimes they contain red blood cells. مهم برضو ان انا ابقى عارف الستركتشر. طبعا في عندي حاجه اسمها immunohistochemical stains او markers بتعرفني الستركتشرز دي
انا مش عارف انتوا اوير بيها ولا لا. طبعا as we move along we'll talk about them in details every time we are talking about مثلا disease معين ولا حاجة. الحاجة التانية اللي انا عايز اقولها لكم في الـ في الـ في السكن اللي انا بشوفه ده مثلا، ايوه نيجي كده لي ده فور سكن، ده اللي انا عايز كنت اوصل له. فانا الفور سكن دوت بيبقى فيه نيرف باندلز كتيرة مثلا زي دول نيرف باندلز، وبيبقى لأن الأريا دي بتبقى سنسيتيف شوية للسنسيشن. يعني هنا في thick walled blood vessels، طبعا دوت large blood vessel، شايفين الوول بتاعه thick ازاي. طبعا اللايرز بتاعته يعني ما تهموش قوي، ان بقى كويس قوي ان احنا نعرف ان ده blood vessel، ودايما نلاقي جنب البلاد فيسل نلاقي النيرف ماشي جنبه، بنسميها نيورو فاسكولار باندل. نيورو فاسكولار باندل اعرف منين ده ان ده نيرف مثلا ما هواش سموث ماسل زي ما احنا اتكلمنا على الاريكتور بيلي ماسل. طبعا الاريكتور بيلي ماسل موجوده سوبرفيشيالي وبتبقى ريليت اللي هي الفوليكل، ما هياش البلاد فيسل زي ما احنا شايفين كده. الحاجه الثانيه السيلز في الاثنين بتبقى سبيندل شيبد سيلز. الحاجة المهمة راحت فين، بتبقى سبيندل شيب، الاتنين سبيندل شيب، بس هنا بتبقى ويفي نيوكلياي. النيوكلس بتاعتنا بتبقى ويفي شوية معرجة، بتبقى شكل الايه ويفي، ويفي نيوكلس يعني بيسموها سربنتان نيوكلس او ويفي نيوكلس. هنا كان we can see the waviness of the nuclei، ارجو ان انتوا تكونوا شايفينه وشايفين دي نيوكلس ويفي، ما هيش زي مثلا النيوكلس بتاعت الايه السموث ماسل. يبقى الخلية بتاعت النيرفس اللي برضو بتبقى خلية سبيندل شيبد ولها ويف نيوكليس، دي بتاعت النيرف سيل. واتفقنا ان النيرف دايما بيبقى ماشي جنب الايه البلاد فيسل. ده مثلا ده اللي هو النورمال ستراكشر. دي انذر لارج بلاد فيسل موجود في البيوبسي دي بتاعت الفور سكن. طبعا هنا في ستراكشر تاني معرفش انت حد فيكم يبقى فاميليار بيه ولا لا في بتوع درماتولوجي، ما اكيد يعني المفروض ده اسمه ايه، دي اسمها باسينيور كورباسل، حاجة شبه البصلاية كده، بتبقى اونيون سكين شيب ستراكشر اللي هي الباسينيور كورباسل. وطبعا انتوا عارفين الفانكشن بتاعتها ايه لو انتوا فاكرين يعني. ده بالنسبة لي نرجع تاني للو باور نشوف في حاجة تانية عايز نضيفها في السلايد دي. فالسكشن ده كان من فور سكن، وعرفنا ليه ان هو فور سكن الانديوليشن بتاع الابيدرمس والبروميننس بتاع النيرفز موجودة هنا. نرجع تاني للسلايد اللي هي الاولانية بتاعتنا، دي كانت الاولانية. دي كانت الاولانيه. طبعا السلايد دي فيها باثولوجي، بس انا مش عايز اتكلم على الباثولوجي دلوقتي، انا بس كنت عايز اديكم اوفر فيو على اللي هو النورمال ستراكشر بتاع السكن، ومش انجريد ديتيلز يعني، بس عشان لما نيجي نتكلم على الديفرنت انتيتيز بعد كده انفلاماتوري سكينز مثلا نبقى عارفين احنا بنتكلم على ايه وفين. فيعني ايه تاني كنت عايز اقوله لكم النهارده في النورمال سكن ده. طبعا الغرض الاساسي من المره دي ان انا كنت اجرب بس اشوف السلايدز واضحه بالنسبه لكم زي ما انا شايفها مثلا عندي على السكرين بتاعت الموبايل ولا لا، يعني ده كان الاساس من عندي، وبرضه اعرف اذا كنتوا هتستفيدوا من الموضوع ولا لا. لو انتوا شايفين ان مش هيبقى فيه استفاده يا والله ابقى عارف، بس عشان ما يبقاش ان انا ببذل مجهود على الفاضي لتحضير الحاجات دي. فدي بس انا مش هطول عليكم اكتر من كده النهارده، ونتفق ان شاء الله على ميعاد جاي ان شاء الله نبقى نتكلم فيه على
يعني ممكن نبدأ بالانفلاماتوري سكين ديس اوردرز مثلا، نتكلم على الحاجات اللي فيها لايكينويد، الحاجات اللي فيها بولس، الحاجات اللي فيها جرانيلوماتس اند سو اون. اوريكم طبعا كلها ريل اكزامبلز بتاعت الحالات دي. معظم البايوبسز اللي معايا او الكوليكشنز اللي معايا طبعا لها الكلينيكال فوتوز، بس الكلينيكال فوتوز دي عشان اوريها لكم لازم افك بقى الكمبيوتر اللي هو الموبايل من على الميكروسكوب ده واوريكم من على الكمبيوتر، لان الصور بتبقى متسيبه عندنا على الويب سايت بتاع المستشفى هنا. ف يعني مش عارف بقى نفكر فيها نبقى نعمل الموضوع ده ازاي، لان انا مش تبقى ما تبقى سهله بالنسبه لي ان انا اشيل الموبايل من على الميكروسكوب وارجع تاني، صعب تركيبه شويه يعني وبيضيع وقت شوية. بس فأنا طبعا هكون مرحب جدا بأي فيدباك على الكواليتيز بتاعت الايميجز. الحاجة التانية اللي لو انتوا هتجمعوا على حاجة ان انتوا عايزين نبدأ بيها مثلا، انا ما عنديش مانع خالص ان انتوا تكتبوها برضو على البوست ده مثلا او في اي بوست تاني، واحنا نحاول ان شاء الله انه نغطي الحاجات اللي انتوا عايزين تشوفوها في الهيستولوجي. والمفروض بعد ما نمشي كمان شوية قدام في التيتشنج بتاعت الدرماتوباثولوجي دي، أنا برضو هحاول أوريكو سلايدز كده. هيبقى زي اختبار يعني، كل كام سلايد وكل واحد يكتب الأنسرز بتاعته، بس طبعا مش هيكتب الأنسرز ده على كل اللي هو كله يشوفها يعني. يبقى مثلا 5 سلايدز كل واحد يكتب لي الأنسرز بتوعه، ومش هنقول أسماء ولا حاجة، بس هنقول طبعا مين جاب أعلى مثلا سكور ولا كده، ويبقى في حاجة رمزية ليه إن شاء الله لما ننزل مصر بإذن الله يعني. يلا أنا أكتفي بهذا القدر وأشوف الفيدباك بتاعكم على السلايس، وإذا كان هيبقى حاجة كويسة ولا لأ إن شاء الله. شكرا والسلام عليكم.